تم الاستدعاء ديالي من طرف جمعية بصمة الأمل لحضور هذا الحفل، وكنشكر صوت العدالة اللي قامت بالتغطية هذا الحفل، وكنتمنى يكون هذا الشيء ديما يتكرر، وانا جد فرحانة بزاف الحضور ديالي. هادشي كيرجع يعني الإذاعة والتلفازة، يعني ما سبق ليش أن أعطوني فرصة باش نكون حاضرة في هذا المجال. بالنسبة لي أنا هذا الشيء بعيد عليا، وكنفضل أنني نكون بعيدة على هذه الصراعات، وما كيعجبنيش الحال بأن يعني كاين فنانة تيبقاو يتخاصموا بعضياتهم. يعني كل واحد الله يسهل عليه، كل واحد وكيفاش كتب له الله سبحانه وتعالى الرزق ديالو. هادشي اللي يقدر العفو. كانت جميلة تبارك الله، شرفينا، نشطنا مع هاد الناس، فرحنا معاهم، دخلنا عليهم الفرحة والسرور. المهم فوجنا عليهم شوية، فهمتي، حسينا بأن تما عندهم ناس اللي كيسولوا فيهم وكيشوفوهم وكيزوروهم مرة، وحنا إن شاء الله دائما تنتمناو هاد المبادرة تكون ديما فهمتيني، تكون ديما كتعاود، تكون ديما كتحضر، باش فهمتيني نلقاو شي حنايا فين فرص فين نجيو عندهم، وفين سميتو كعارف بينهم جمعيات ما يمكنش بعد ما غتهز راسك تكون غتجي، حتى ما درناش يد في يد ما يمكنش انا غادي نجيو، فهمتيني، الواحد هو يتعاون ودير يد في يد باش كاملين نوصلوا لهذاك الهدف اللي بغينا، وندخلوا فرحة على اي واحد محتاج ومسكين. وشرف ليا هذا، والكلمة تتبقى للاخ عزيز. عليكم تنشكروا القناة وجمعية اللي تكلفت بهذه الأمسية هذه، وكيف ما قال مقدم ديالنا السي عصام، حنا كنتمنوا ان ديما نبقاو نجيو لهاد المناسبات هادو، وكيف ما تصرفنا بهاد الزياره هادي نعاودو ان شاء الله نجيو بزياره واحده اخرى، وراه هادو كيبقاو حتى هما والدينا، وكيف ما تخلاو عليهم ولادهم، شوف الظروف ديالهم كيف طرات حتى هما راهم والدينا، وان شاء الله بحول الله حتى حنا نبقاو نجيو نديرو هاد المبادره معكم. معكم فيصل المردي، مغني ديال الشعبي من مدينة سلا. كانت لنا اليوم زيارة بدار المسنين هنا بمدينة بوغنادل اللي كان كيترأسها السياسين، والحمد لله كان لنا الشرف أننا نجيو نشوفوا هاد الأمهات والأباء اللي كتعتبروا أباء ديالنا، وكانت هذه بادرة زوينة وبادرة طيبة يعني من جميع الفنانين اللي كانوا حاضرين، ويعني وما كرهناش كاع الفنانة ديال المغرب بصفة عامة، يعني بقاو يجيو يديروا هاد البادرة، تفكروا هاد الناس يعني غير ولو غير بأي شيء بسيط، تفكروا هاد الناس هادو، يعني الناس اللي تخلوا عليهم الوالدين ديالهم، يعني كلوا الظروف ديالو، ولكن كيف ما بغات تكون الظروف، يعني ما يمكنش الاولاد يتخلوا على الاباء ديالهم، يعني كيف ما كيعرف الجامع ان الجنه تحت اقدام الامهات. وكنتمنى يعني من جميع الفنانين المغاربه بصفه عامه، يعني مره يتسولوا في هاد الناس، يجيو يجلسوا معاهم، يشاركوهم في بزاف ديال الحوايج، ويشوفوهم كيفاش تيعيشوا، تكون مبادره يعني ندخلوا المكرانه، حنا ندخلوا الفرحه لقلوبهم. وكنشكر كل شيء، يعني كل من ساهم في هذه الزياره هذه. واش المنبر هذا كنوجه رساله للشباب اللي كيتخلاو على والديهم وكيلوحوا في دار العجزه، ما تنساش راه هو راه تكلف بك ملي كنتي صغير، وحتى وصلتي لواحد المستوى اللي ما كنتيش انت، ما كانش هو ما غتكونش نتايا. نتمنى من الله تقطع هذه المبادره هذه، باش يولي الانسان اي واحد الوالد ديالو كبر ولا سميتو ما يحاول ما يتخلاش عليه، يحاول يتهلا فيه ويبقى عنده حتى كيبقى كبركه، فهمتيني، والله يسمح لنا من الوالدين واللي عنده والدين الله يخليهم ليه، واللي ما عندوش الله يرحمهم.